هكا لحظة جميلة لا يمكن كتخلني الكلمات باش نعبر على الفرح ديالي والسرور والسعادة، لأن هذه اللحظة كنا كنتسناوها من شرش وتنبير اللي العام كله اللي داز ديال العمل والجد والمثابرة، اللي بالمناسبة كنشكر الأسرة اللي لعبت دور كبير باش نوصلوا لهذه اللحظة هذه، والأستاذ اللي أطار وقرى ودار كل المجهودات باش يمكننا نوصلوا اللحظة، وكل الإداريين، ولحظة فارقة بمعنى اللحظة ديال التتويج بالنسبة للتلميذة ديالنا والتلاميذ، وهذه النقاط ديال الإنجاز، التلام ديال السنة الختامية باكالوريا والتلام ديال السنة أولى باكالوريا، إذا كنشكرهم وكنقول لهم هنيئا لكم وهنيئا لنا. أنا جد فخورة اليوم في هذا النهار هذا لأن كتوج الإبنة ديالي بشهادة الباكالوريا، وفي الحقيقة أنا فرحانة بزاف بزاف بزاف، واحد الإحساس لا يوصف، وكنوجه الابتسامات ديالي بالأخص الطاقم الإداري والطاقم التربوي والأخص على رأسهم سي أشعيب اللي في الحقيقة كنتمنى ليه بزاف هذا الاجتهاد وهذا الحضور اللي عطى بالنسبة للتلاميذ، وكنشكرهم بزاف 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 من قلبي، وفي حقيقة فرصة فرحة كبيرة ما نقدرش نوصف لكم في هذه الفرحة هذه، والحمد لله والشكر لله. من مدرسة النور جوج اليوم نهار كبير عندنا هذا، اليوم غنتوجوا بالنجاح ديالنا في الثاني بكالوريا، وحنا فرحانين ومع والدينا، واليوم درنا جهد كبير باش نوصلوا لهذه المرحلة هذه، وإن شاء الله من هنا قدام غيكون خير، وحنا فرحانين بالمؤسسة ديالنا مدمت لنا هذا النهار هذه اللي غادي نفرحوا به حنا ووالدينا. وبهذه المناسبة تنتقدم بكل الشكر للإدارة اللي يعني دارت كل المجهودات باش الوليدات ديالنا ينجحوا، وحتى بالنسبة للحفل هذا اللي تقام، راه أول سنة تيظهر لي تقام بهذا المستوى، دونك وكذلك تقدم بأحر التهاني للتلاميذ كاملين اللي حصلوا على البكالوريا. إحساس من طبيعة الحال كبير، كلنا دزنا من هذه المرحله، واليوم جا الدور للوليدات ديالنا، دونك واحد الفرح الله اللي عالم به، وتنتمنى لجميع الوالدين يفرحوا نفس الفرح والله يوفقهم في المستقبل ديالهم ان شاء الله. تلميذة في مؤسسة النور جوج الثانية باكالوريا، الحمد لله تمكننا من بعد تعب وعناء طويل من شهادة البكالوريا، وبالفضل ديال المؤسسة ديالنا النور جوج قرروا انهم ينظموا هذا الحفل هنايا في المدرسه سوبيريور ليسكا، والحمد لله حنا فرحانين بزاف لان غنتوجوا بهاد شهاده البكالوريا قدام والدين ديالنا وصحابنا كاملين، وصراحه فرحه لا توصف، وكنبغي نشكر كاع الناس اللي وقفوا على قبل هذا الشيء وعلى قبل الفرحه ديالنا. شكرا.